حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. أهلا بك سعادة الوزير. في نشرة الثالثة أشار تقرير مجموعة بوسطن إلى تقدم في أداء النظام التعليمي في البحرين خلال السنوات العشر الماضية، فهل سلطتم الضوء على هذا الإنجاز؟ أولا في البداية خالص التحية والتقدير إلى مشاهدين تلفزيون مملكة البحرين. في الواقع ولله الحمد أن المسيرة التعليمية في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تحقق إنجازات عديدة سواء على المستوى الكمي أو النوعي، ولا شك أن هذا يجسد في أسمى صورة بمقدار الدعم الذي تجده هذه المسيرة المباركة من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاه. في الواقع نحن في وزارة التربية والتعليم نؤمن إيمانا تاما بأهمية التقييم الخارجي لأداء المؤسسات المتخصصة، لأن هذا التقييم يعطيك بصورة واضحة وضع التعليم وكيف نستفيد من هذا التقييم. الهدف من ذلك أن نقيم ونطور مناهجنا أو برامجنا التدريبية لتقديم أفضل الخدمات التعليمية. لذلك نحن نشارك على سبيل المثال وليس الحصر في مجال الاختبارات الدولية في العلوم والرياضيات التيمس وغيرها من الاختبارات التي أصبحت اليوم مرجعية كبيرة لدى المؤسسات مثل البنك الدولي والهيئات التربوية المتخصصة، لأنها تنظر إلى تقييم الدول من خلال هذه التقارير ومن نتائجها كمؤشر كبير جدا يرسم وضعها التنموي. لذلك نحن لما تم التطرق إلى إنجاز مملكة البحرين من خلال تقييم مجموعة بوسطن الاستشارية، وهي مؤسسة استشارية عالمية تتعامل معها الدول ولديها إمكانيات كبيرة جدا، وهي تعتبر مرجع لدى هذه المؤسسات التي تقيم المسيرة التنموية. نعم. في الدول. نعم سعادة الوزير، بشكل عام كيف تبدو صورة البحرين على مستوى التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات ذات العلاقة بالشأن التعليمي وخصوصا منظمة اليونسكو؟ في الواقع لله الحمد مملكة البحرين من خلال منظمة اليونسكو وتقرير التعليم للجميع، احتلت البحرين في البداية من سنوات عديدة، كانت الدولة العربية الوحيدة في البداية التي صنفت في الفئة الأولى، ثم دخلت أيضا بعض الدول العربية، ولا زالت مملكة البحرين متقدمة في كثير من المؤشرات ضمن الفئة الأولى. نأتي أيضا لهذا التقرير الذي تطرقتم إليه في هذه النشرة، نجد أن مملكة البحرين لما حصلت على المركز الأول عربيا والثالث على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذه مؤشرات تبين أن هناك عمل كبير وهناك دعم أيضا من مملكة البحرين لوزارة التربية والتعليم لدور التعليم في المسيرة التنموية، وأعتقد أن هذا له نواحي إيجابية حاليا ومستقبليا على التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، وهو هدف منشود تسعى له دائما مملكة البحرين. احنا في الواقع لما ننظر إلى نسبة التقدم التي حققتها مملكة البحرين خلال هالعشر سنوات لما قيموا أداء الدول، وأن تتقدم مملكة البحرين من 25 مرتبة من 64 في عام 2008 إلى 39 في 2011، هذا يؤكد أن هناك جهود كبيرة تبذل، ويتطابق أيضا مع جاء في تقرير منظمة اليونسكو عن ترتيب مملكة البحرين. هذه كلها جهود إن شاء الله سوف تستمر. نعم. بالتعاون جميع الأخوة في الميدان التربوي وتعاون أولياء الأمور الكرام، لأن هدفنا دائما الارتقاء بالعنصر البشري. نعم نبارك لكم بالطبع هذا الإنجاز سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.